السلام عليكم يا أحلى متابعين بالعالم، أنتو أحلى متابعين بشوفهم في حياتي على مدى قنواتي السبعة اللي انحذفوا بسبب اليوتيوب وعمري ما أحب لكم يا. أوكي طبعا اليوم حرناكم كيف تسووا شفل تبع مورتس اللي ببرو ستارز. طبعا أنا هذا الفيديو صورت قبل وعملت هاي النتيجة شفل مورتس على شكل ألم، قصدي ألم على شكل شفل مورتس، هاي النتيجة. بس أنا ليه ما صورت الفيديو ذاك وبعدته؟ لأنه هذاك الفيديو أنا كنت مبين وجهي، وأنا ما حبين لكم وجهي أبدا إلا بعد 100 مشترك هو واسمي الحقيقي. ف بدي اياكم تسووا إنه أنا لاحظت إنه بس 80% منكم مش مشتركين، لأنه أغلب فيديوهاتي يعني أول فيديو 20 مشترك منهم بس 6 مشتركين. يس فاشتركوا لو سمحتوا يا أحلى مشتركين بالعالم. فهاي النتيجة اللي طلعت معي ألم شكل الشيفل مورتس، والله يعني النتيجة أنا انصدمت منها والألم كثير منيح. طبعا الأشياء اللي بتحتاجوها عشان هاد التجربة بس، كمان فوم فضي، فوم فضي بلزق، وكمان آخر إشي مش آخر إشي فوم بني، مش لازم يكون بالمعادي، ولا مش لازم أكثر من ألم. بس أنا حبيت أسوي ترات لأنه واحد إلي واحد لصاحب واثنين لأصحابي الباقية. هلا بدنا نبدأ باللون الثاني أو الألم الثاني اللي تحتاجوه عشان تسووا هاي التجربة. مش تجربة هي، بدكم أول شيء تجيبوا الألم زائد مع دو مع الفوم البني، بدكم تقصوا. فرجيكم كيف الأول. أنا دي أقص اوكي لهيك، اوكي قصت هاي وبدي اقسمها بالنص. هلا اوكي بتحتاج قطعة زي هيك لد، مش نفس الحجم تبع الألم انترو هيك، مش نفس الحجم يكون اكبر، وهاي منطقة الفخذ تكون طالعة. فهلا اللي بدكم تسووه بدكم تفكوا كل الزي. بسم الله يا رب ما يصير زي اول فيديو علق ايدي جوا الزي. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك اوكي، بعديها بتلزقوا هيك وبتقعدوا تلفوا قبل ما يوصل لنهايته. يا ترى صار هيك معانا. هلا بنحتاج الفم الفضي عشان المنطقة اللي فوق اللي هي هاي. كيف نسويها؟ بدكم تقصوا دائرتين او يعني تنين على شكل تبعت مورتس. بس خلينا نكمل لو سمحتوا، اذا سمحتوا نحتاج وينه هاي ما اعطاك الفون الثاني. استنوا يا جماعة كي لقيتها من تحت الكيس، فبدنا القلم الثاني نظبطه. هلا بعرف ما كملت هذا، بدي اخليهم اثنين اثنين اشتغل اثنين مع بعض اشتغلهم. هلا اللي نسويه نعمل هيك كده. اوكي والله انكم مشتركين اسطير. طبعا اللي بده يسوي التجربة يسوي، واحمد محمد زي انتم بتشوفوا الفيديو مهتم بحالكم بعملكم واحدة عاد. اوكي هلا بدنا نلزق. يا
يتظبط معه. يا تهم تنام. هل نريد نسوي منطقة الشغل من فوق اللي هي أساس أي شغل أصلا؟ هلا نزلت قطع التلفون الثانية، نعمل كده. هلا نقص أربع دوائر لأنه اثنين لهاي واثنين للثانية. استنى هون هاي طالعة. حبيت إذا ما كي بسم الله نقص. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هي اول قطعة جهزت. هلا نقص القطعة الثانية من الدائرة. يا جماعة ما تعصبوا، ترى يعني بعد يوتيوبر مبتدئ مشاهدات يعني ما تعصبوا عشان انا مبسوط هيك، يعني بتحكولي انت مبسوط عشان 21 مشاهدة وبفلة واصل 21 مليون. ترى حبايبي انا بعد يوتيوبر مبتدئ ما اعرف فوق الاربع اشهر اللي فاتح قناتي، فما تعصبوا وتقعدوا تشتموا بالتعليقات. احنا برمضان. لا انا لا هبل قاعد بحكي عن التعليقات، واصلا انا مش مفعل التعليقات، اليوتيوب مش راضي يفعلها، بس الفيديو وفيديوهين التعليقات كانت مفعلة. اوكي بس والله انكم اساطير، يعني والله انكم احلى مشتركين بالنسبة لي. فهلا عشان ما تسرعوا تحطوا لي عيون الدائرة تحت، عشان اذا بتحطها فوق كيف بدك تفتح القلم اصلا، لكن لازم تصير تمسحها. اوكي حطينا اول جزء، بس الجزء الثاني كيف نغطيه؟ بهاي المنطقة الثانية. اوكي يا جماعة هلا بعد ما تلزقوها بدكم تقصوا هاي، اذا بدكم تقصوها او لا عادي. وهي عملنا اول اثنين. وهي الثالث حسوي قدامكم كل ثقة. ولا الفيديو صار واصل 7 دقايق والله من ورا مايك منيح. اوكي يلا كيف صوتي بالله عليكم؟ والله انه صوت اسطوري. اذا صوت اسطوري حط لايك، صوته معفن بالمايك حط ديسلايك. اوكي صوتي واطي حط ديسلايك، صوتي عالي اعمل لايك. اوكي اتفقنا وعد؟ اوكي يلا. صوتي كتير منيح صح؟ ها؟ شوي بقطع. اوكي هلا ضايل اخر اشي هون بالقلم الاخير. والله انه بتعب بس يعني النتيجة حلوة كتير. وعلى فكرة ما تخاف مش سريح من اي يوتيوبر ابدا والله، الصراحة حرام يا جماعة. اوكي احكي لكم نكتة وانا قاعد اسوي هذا. مرة في واحد اتجوز واحدة دلوعة، فمر من جنبها تحكي له تف، راح مسكين شكل حاله راح غسل وجهه، راح مر من جنبها مرة ثانية تحكي له تف، فراح تحمم ورجع جنبها مرة تحكي له تف، صار يحكي لها تفو عليكي انتي واللي جابتك، صار تحكي له تفي اللمبة تفي اللمبة. يا جماعة لا أعرف أسوي كذا لأنه يعني كل شوي حدا بيدخل علي، ولا بدق الباب ولا أي شيء. آداب الاستئذان أخذناها على الفاضي خالص. أوكي بس انا نسوي اخر اشي. طبعا اسف يمه حبيت لك الطاولة رميع، اسف فكرة بطلع بتخلعني كم.
ما بيعرف معه بصور في المطبخ. اوكي اخيرا خلصنا اخر طلبتها بيبي انا. اوكي لابس كل عليها نزل شوفل بوم بام باك رفع بوم باو. لا عليكم إذا عجبكم الفيديو والطريقة نفسها حطوا لايك، وإذا ما عجبكم عادي ما تحط لايك. ترى هاي النتيجة اللي طلعت معاي، والله الإقلام أسطورية، والله الإقلام أسطورية. اوكي بأمان الله، يلا بيس أوت يا احنا مشتركين.